أخبار اليوم. وسط مشاركة 148 لاعبا من مختلف دول العالم وتحديدا 22 دولة أوروبية وأسيوية، جاءت بطولة كأس العالم رقم 13 بالغندقة لتكون عنوانا واضحا مضيئا بأن مصر بلد الأمن والسلام. وفي النهاية نشكر كل القائمين على تلك البطولة كل في محله. نشكر سيادة اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر على جهوده الحثيثة في تلك البطولة على مر سنوات طويلة، كان لسيادته الدور البارز في إقامة هذه البطولة لأكثر من 4 بطولات متتالية، إضافة إلى أن البطولة وصلت إلى الرقم 13. كل الشكر إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وإلى الدكتور أشرف صبحي نائب وزير الرياضة، والأستاذ هشام زعزوع وزير السياحة، وكل أسرة البليارد بدءا من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي والاتحاد المصري. نبدأ الآن بتوزيع دروع محافظة البحر الأحمر للكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. مؤسسة أخبار اليوم لسيادة اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. للسيد فاروق البرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو. درع مؤسسة أخبار اليوم للسيد محمد القماح رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو. رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب البلياردو. اليوم للسيد حسين الشريف رئيس الاتحاد الأفريقي لألعاب البلياردو. درع مؤسسة أخبار اليوم العربي لألعاب البلياردو. درع مؤسسة أخبار اليوم لمجموعة صن رايز ويتسلمها السيد محمد دراز. المصري لألعاب البلياردو ويقوم بتسليمها السيد محمد القماح رئيس الاتحاد المصري.
للسيد اللواء اركان حرب احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. بليارد للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ياسر رزق رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم. السيد الدكتور أشرف صبحي نائب وزير الرياضة. المصري للسيد فاروق البرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو. هنا فاروق بيه. حاتم زكريا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. بالأرض للسيد الأستاذ خالد طه مدير عام مؤسسة أخبار اليوم. بالأرض للسيد ديني جينيس رئيس الاتحاد الاوروبي لالعاب البلياردو.